بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مصر أحلى، مستمرين في حملتنا رمضان أحلى بنفع العباد. ربنا يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، ومعاكم بإذن الله تعالى يوميا في هذا الميعاد. يا رب كل يوم ننزل في كل عمل ينتفع منه العباد، ويا رب نقدر ندخل الفرحة على أهالينا من باب تقديم هدية العمرة اللي مقدماها مجموعة يونيفرسال برئاسة الدكتور المهندس يسري قد. وإحنا حاولنا نختار قدر الإمكان ونشوف مين اللي ممكن، يعني طبعا جالنا حالات كتيرة جدا او جالنا ناس كتيرة جدا مرشحة اهاليها، وفضل الله تم اختيار 10 اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اختارهم. وكنا امبارح مع الست افكار، والنهاردة احنا رايحين للست رضا. الست رضا يعني زي ما بعت لنا بنتها ان هي شقيت طول عمرها، وكانت بتشتغل لان زوجها جاله مرض وبالتالي ما كانش بيقدر يشتغل، وهي عندها 4 اولاد بتشتغل تقريبا بقالها فترة طويلة جدا، وكل امنيتها وكل يعني حلمها ان هي تطلع عمرة. تعالوا نشوف فرحة الست رضا ازاي نقدر نفرحها ونقدم لها يعني اجمل هدية ممكن تقدمها الانسان، واللي هو ربنا سبحانه وتعالى بعت لها الهدية دي ان هي ربنا يرزقها ان شاء الله بالعمرة. تعالوا نشوف ازاي ممكن هدية العمرة دي، وهنعملها لها برضو مفاجأة، وازاي تكون المفاجأة دي حلوة ليها، ويا رب النهاردة تكون هي دي الفرحة اللي احنا ندخل بيها من باب نفع العباد.